الخير عليكم جميعا. النهاردة فقرتنا فقرة مختلفة، اتكلمنا معاكم كتير في برنامجنا عن الفيلر والبوتوكس والخيوط، النهاردة جينا نجربها بنفسنا في عيادات نبض فرع التجمع الخامس مع دكتورتنا الجميلة نسمة طلال اخصائي جراحة التجميل والليزر. منورانا يا دكتور. كده اللي عاملة ايه؟ ومعانا كمان مذيعتنا الجميلة ايناس الليثي بنفسها هتجرب الخيوط وهتجرب كمان الفيلر. يعني احكي لنا بقى يا دكتور شوية هتعمل ايه دلوقتي؟ طيب احنا دلوقتي مع ايناس اللي احنا هنعمله هنعمل حاجة اسمها خيوط النضارة. فكرتها ان احنا بندي نضارة وحيوية للبشرة، تمام؟ وفي نفس الوقت الفيلر عشان نداري، احنا كلمة فيلر قلنا عشان فيلينج، عشان املة ان احنا الخطين اللي هو هنا النيزو ليبيا الفولد، بحيث ان احنا يداروا ويقوش موجودين خالص، اللي هما بيدوا لساعد فيس بالظبط كده. طبعا زعلانه ايه؟ طبعا الناس مش زعلانه ولا حاجه بس هي احنا يا دوب قلنا عشان كده، حتى اول ما تظهر حاجه عندي ابتدي على طول عشان ايه بقى احنا اللي هنعمله دلوقتي الخيوط ونعمل ماركينج. طبعا الناس تبقى بس متخيله طبعا الخيوط دي يا جماعه مش زي خيوط الشد اللي انا بعملها علشان ارفع البشره واشيل ترهلات، دي حاجه بسيطه جدا، تمام؟ ما فيهاش اي حاجه، مجرد ندي نضاره حيويه وهي بتبقى خيوط رفيعه بالظبط كده، مش بتبان خالص. هنشوف دلوقتي حتى احنا بنقول مينيمم بحتاج في كل خد 5 خيوط، وممكن ساعات كمان نعمل 5 يعني شكل اللي هو ترانسفيرس اللي هو انا عشان ارفع كده، وساعات بيكون لونجيتيودنال اللي هو طولي. أوكي. يعني ممكن نحط في الجنب الواحد 10 اوكي بالطول بالعرض بحيث ان كده نعمل ناتور يعني ابقى رافعه الشمام واديله نضاره. احنا طبعا يعني انا دلوقتي بعلم بحيث ان احنا أوكي. يبقوا الاثنين في نفس الليفل. دكتور في داون تايم خالص؟ يعني الحاجات اللي هي زي يعني احنا الخيوط النضاره البوتوكس الفيلر الكلام ده كله ملوش داون تايم خالص، تقدر تخرج في نفس اليوم تكمل شغلها تحط ميك اب تعمل اللي هي عايزاه كله. اوكي هي دي خيوط النضاره، تمام؟ اللي هو حتى بعد كده هنفتح دلوقتي هناخد اول واحد. بص الناحيه الثانيه تلاقيش، احنا عايزين زوم هنا يا جماعه نشوف الدخله دي في اي وضع بسيط. اوكي احنا كده نعتبر حطينا اول خيط. وبتعالج مشاكل كتير بالظبط. موجوع يا ناس؟ حاجه بسيطه. انا هفضل اسالك كده اطمن عليكي كل شويه عشان لو الموضوع فعلا مفهوش وجع انا هعمله بعدك. خيوط النضاره ملهاش سن، يعني انا ممكن ابقى عشرينات تلاتينات تمام ابتدي فيها ما فيهاش مشكله خالص. حلو قوي. ممكن حد يكون عامل خيوط ويعمل باتوكس او فيلر؟ يعني ممكن تكون عامل خيوط دلوقتي وتحط مثلا الفيلر في الخدود او فيلر في الخدود؟ لا يعني بقول نستنى حتى ممكن 3 4 ايام وابتدي بعد كده اعمل. 3 4 ايام مش لما خيوط؟ لا 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 3 4 ايام بس مش يعني في مش نفس السيشن. احنا لازم نوريها النتيجه، نوريها دلوقتي النتيجه عشان تبداي في السايد الثاني لانها بجد يعني رهيبه. اوكي نجيب لها المرايه طيب عشان تشوف النتيجه. لازم من عايزه. شايفه بقى الفرق هنا في الكونتورنج؟ هنا باين اكتر الخد اترفع ازاي مقارنه بهنا، والكونتور هنا الجو لاين هنا غير هنا. عشان احنا دايما بنقعد نقول ان النتيجه بتبان في لحظتها، بتبان في نفس السيشن زي ما انتم شايفين كده. اتوجعت والشكل خد للتاني والشكل ناتشرال، عشان في ناس تبقى متخيله ان هي ممكن يبقى شكلها ارتفيشال بالظبط او مش هتعرف تتحرك لا الشكل ناتشرال خالص ملوش داون تايم، يعني احنا تقريبا مفيش وجع خالص، مفيش اي وجع، مفيش اي حاجه غير النقطه الصغيره دي، مفيش خيوط باينه زي ما الناس متخيله برضو او انا كنت متخيله برضو في الاول. بس لا فعلا النتيجه بالنسبه لي دلوقتي مبهره. لا وبضحك وبهزر. احنا لازم نشوف السايد الثاني والنتيجه النهائيه. يا ريت نكمل بقى الثاني.
انا speechless، مش عارفه خالص، يعني مش عارفه اتكلم. شايفه نتيجه قدامي غير متوقعه. يعني انا عارفه دايما نتيجه الفيلر والبوتوكس بتبقى عامله ازاي. اول مره اشوف سيشن خيوط لايف. الناس كتير بالذات كانوا خايفين موضوع ما تيجي تقوليهم خيوط نضاره، دايما متخيلين ان هي خيوط يعني لسه صغيره او الخيوط بتاعه اللافتنج. لا انا ما عملتش خيوط الكلام ده كله. لا يا جماعه موضوع مختلف خالص. هذا البرنامج بس يا دكتور الخيوط مش تكنيك جديد، يعني هو موجود من زمان بس اكيد حصل فيه تطور او حصل فيه طبعا الخيوط. حتى كان في ناس تقول لك لا اصل الخيوط بتعمل مثلا بتعمل مشكله بتعمل حاجه. الكلام ده ممكن كان من 10 سنين او حاجه، كانت الماتيريال نفسها اللي كانت بتتعمل منها الخيوط ما كانتش زي دلوقتي، وما كانتش اللي هي الجسم ممكن بيكسرها او حاجه او الكلام ده كله. تمام. ايه الحاجات اللي تخليني احافظ عليها وقت اطول؟ نشرب ميه كتير جدا. انا بشرب اي حاجه فيها هيالورونيك اعتقد ان احنا لازم نشرب لها ميه كتير. نشرب ميه كتير جدا. شرب الميه كتير طبعا لو في ناس مثلا سموكرز او حاجه نحاول نقلل السجاير، ده بيخلي الفيلر او الخيوط تكسر اسرع. الساونا والبخار طبعا ده بيقلل في حاجات فيها بخار، دي حاجه. الحاجه الثانيه الناس اللي بتشرب كافيين كتير فخمس ساعة ما بيقاش الكلام ده باين خالص. الاحمرار ده حتى مكان بس المساجنج اللي انا بعمله وبرضه اذن يعني نص ساعة مش هيبقى الكلام ده موجود. اوكي. ممكن المراية تاني بقى تشوف النتيجة. شوف بقى النتيجة بقى. ايه رأيك؟ دلوقتي كمان هنبدأ نحقن الفيلر في الخطوط اللي جنب الشفايف بعد ما خلصنا جلسة الخيوط. خلينا نشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. احنا زي ما قلنا ان احنا لما عملنا الخيوط اترفعت شوية فحسينا حتى ان الخطين اتحسنوا معانا، الشكل اتحسن. فاحنا حتى هنحتاج دلوقتي حاجة بسيطة قوي نداري بيها الحاجة البسيطة. بس يا دكتور لو حد عنده اكتر من كده شوية زيادة من هنا، او في يعني بيبقى غير ان في ساد فيس بيبقى في هنا حتة برضو زيادة، برضو هي بنسميها الماريونات اللي هم التو لاينز دول. دي برضو بنقدر نحقن بيها فيلر، مفيش اي مشكلة. يعني ممكن نعمل ساعتها الفيلر بيوديها مش محتاجة خيوط على حسب الحالة. في ناس بتبقى لازم اعمل لها معاها خيوط. أوكي. في ناس ممكن لو بس فيلر، دي برضو بتفرق من كيس للتاني. اوكي. بس عشان تاخدي احسن نتيجه تعملي الخيوط مع نعمل الخيوط مع بعض. طبعا دي يعني للحاله من متوسط لسيفير. بالظبط كده بناخد دايما النتيجه دي احسن. تمام. بس لو حد عنده مشكله في التير ترافع او تحت ريش ناس، الحته دي اوكي احنا بنسميها اللي هو التجويفه دي. والتجويفه أوكي. دي طيب. حتى في ناس كتير بتيجي تقولك انا عندي مشكله حالات يا دكتور. او اللي يشوفني دايما انا مرهقه، انا تعبانه، انا شكلي عيان، انا شكلي تعبان، ده بي نتيجه التجويفه دي. التجويف هو اللي مدي هو اللي مدي الكلام ده. أوكي. فانا ساعتها لما بنحقن الفيلر بنحاول ان احنا نخلي يبقى الشكل مفيش تجويف. فزي عند ايناس كده اللي هو تقريبا احنا تشيكس مفيش تجويف ما بينها فرقبه من الحاجة. في ممكن ناس تانية تبقى محتاجه انه يكون خسس جامد قوي، فالتشيكس نفسها ابتدت نزلت معاها جامد فتحنها. فنحقن بقى نحتاج ان احنا نعمل كونتورنج بالفيلر مثلا علشان خاطر ان احنا نرسم تشيكس. اوكي. نبتدي. يلا ده هيستمر معاها قد ايه يا دكتور؟ كام شهر او سنه؟ انا هعمل حقنه واحده بس هنحطها ناحيتين لان انت عندك حاجات بسيطه قوي. هي هتختفي نهائي ولا هتعرف تحرك الحته دي من غير اي مشكله؟ هتضحك عادي خالص. هتضحك عادي خالص. هي الفيلر بنقدر احنا الفيلر بنقدر نحدده لما بقى انا وشي مرتاح ان انا عندي مثلا تجويفه هنا تجويفه هنا. لكن بنضحك اي حد فينا بيضحك لازم اللاينز تظهر. لو ما ظهرتش اللاينز دي يبقى في مشكله. يعني ده دي حاجه طبيعيه. تمام. احنا نزوم هنا يا جماعه نتفرج شويه. بتحطي الحقنه كامله يا دكتور على حسب كل حاجه يعني في حالات
انا ممكن اقول لها ان انا محتاجه في كل جنب حقنه وفي مثلا حاله يعني انيس حاله بسيطه فهي مجرد حقنه واحده كافيه ليها. اوكي. في حالات تانية ممكن اقول لها احنا محتاجين 3 أو 4 حقن. انا برضو عايزه الناس عشان الناس لما ساعات حد اقول لها انت محتاجه حقنه دي جماعه بصوا هي الحقنه كلها سنتي فمش يعني عشان برضو الناس ما تبقاش خايفه هي الحقنه كلها سنتي فاللي هو مش كميه كبيره يعني. حاسه بحاجه؟ احنا يمكن عشان طولنا في جلسة الخيوط شوية واتكلمنا شوية ف التأثير المخدر بس هي عموما انا مجرباها قبل كده هي ما فيهاش وجع ونتيجتها حلوة جدا بالنسبة لي. احنا لو بصينا دلوقتي احنا تقريبا عندنا الانيس نص الحقنه هنا لو شفتي ده هتلاقي تقريبا الخط اللي هنا اختفى الخط اللي ممكن. لكن مقارنه بالخط هنا حتى الكاميرا مان ممكن يعني ورينا ده انا عارفه انا كنت بطيح عليكم لو شفنا هنا نلاقي تقريبا الخط هنا اختفى تمام لكن هنا الخط لسه موجود. حلو قوي احنا هنوريكي دلوقتي ما تقلقيش هنوريكي هتتفرجي بنفسك ما تقلقيش هتشوفي. اوكي انا بس هعمل لك حاجه هنا بسيطه احنا بنسمعهم. اوكي في ناس كمان يا دكتور بيبقى طالع لهم خط هنا زياده هنا في الحته دي بس هي ممكن برضو منزوده بالفيلر هي بشرتها تقريبا دهنيه ف ظهور التجاعيد فيها والفاين لاينز بيظهر متاخر بالنسبه لها صح ما يعني بتختلف من حد للتاني من شخص تاني بتختلف. أوكي. فانا هو دلوقتي تقريبا هنا اللاين تقريبا اختفى تماما ان كومباريزون لللاين اللي هنا. واو تحفه. انا بالنسبه لي انا شايفه النتيجه تحفه. انا هو انا بقنعها من زمان بس هي خايفه كل شويه احنا خدنا الخطوه تقولي لا انا خايفه خدنا الخطوه خلاص. حلو جدا. طيب احنا لازم نوريها النتيجه دلوقتي قبل ما نبدا في السايد الثاني عشان نشوف الاختلاف. طبعا نقطة الدم انتوا ايه رأيكم؟ لازم الدم ده طبيعي لكن الوجع لا يعني ما كنتش متوقعة ان مفيش وجع ولا ان في وجع؟ شايفة الخط تقريبا مش موجود مقارنة من الخط اللي هنا ده. وبكده نكون خلصنا الجنب التاني كمان وزي ما انتوا شايفين النتيجة روعة. انا بالنسبة لي يعني انا مبهورة بالنتيجة ما فيش خطوط خالص ما فيش اي مشكلة في وشها حاليا. فقولي لنا انت حاسة بايه؟ حسيتي باي وجع؟ لا مفيش وجع صراحة لا ما فيش اي وجع دكتور ايدك خفيفه ما شاء الله. ليه بقى عشان يعني ابتدي اتعامل ازاي وعشان احافظ على اللي احنا عملناه. اول حاجه نحاول احنا الاسبوع الجاي نشرب على الاقل كميات ميه كتير جدا على الاقل 3 لتر ميه في اليوم عشان ده بيخلي الفيلر نتيجته تبقى احسن ويملى بشكل احسن. دي اول حاجه. حاجة تانية بالنسبة للخيوط ايه التعليمات اللي امشي عليها؟ يستحسن ان احنا الاسبوع بعد ما نعمل خيوط النضارة ان احنا ننام على ظهرنا بلاش ننام على الجنب علشان نحافظ على فكرة الليفتنج او الكونتورنج اللي احنا عملناها. دي حاجة. الحاجة التانية نحاول ان احنا نيجي نغسل وشنا او حاجة دايما نغسل في الدايركشن اللي هو الفوق تمام الدايركشن اللي انا عملنا فيه الكونتور. لما اجي انشف وشي انشف طبطبة بالراحة بلاش فكرة ان انا يعني الفرق ده او حاجة ده بيقلل برضو ممكن منديل من غير نتيجة او فوطة على بالراحة بس طبطبة بالراحة ده عشان احافظ او اخد احسن نتيجة بعد السيشن. واحنا خدنا السيشن اون سبوت بس عشان تقدر ان ناخد نتيجة احسن. احنا لو شفنا لان احنا هتعمل كونتور للخدود بحاجة بسيطة قوي اتعمل كونتور للجو لاين الخطين بتوع الليزر ليبيا الفولد اللي هما كانوا ممكن شكلهم يبقى مضايقنا شوية تقريبا هما استخدفوا. طيب انا بالنسبة لي انا مبسوطة جدا بالنتيجة. تعاملناكي معنا النهاردة يا دكتور وزي ما شفتوا النهاردة في فقرتنا عملنا قدامكم لايف جلسة للخطوط خطوط النضارة وكمان فيلر لخطوط الضحكة. فأتمنى تكون عجبتكم الفقرة ونشوفكم مرة تانية في فقرات تانية كتير.
موسيقى.